لو انت عندك بيرل مود تقدر تعمل اللي انت عاوزه. وعلى فكره ده الحال في معظم السكسسفول اوبريتنج سيستمز. اي اوبريتنج سيستم سكسسفول الحياه في كل المود اد سبيس واحد، كل البروسيسز بترن في اد سبيس واحد. وعشان كده لو درايفر عمل حاجه غلط، لو درايف لو نزلت مثلا درايفر ليتس سي الويب كام وحاول ياكسس ميموري غلط كوربت ميموري ثانيه مش بتاعته، الاوبريتنج سيستم اخر وسيله حمايه دي، لان اصل خلاص الاوبريتنج سيستم مش قادر يعمل حاجه لان البروسيس ديت اوريدي في كل المود. اخر وسيله حمايه دي ان هو هيكراش، انا عندي اكراش اوبريتنج سيستم احسن ما بوظ داتا لليوزر. فانا هكراش اوبريتنج سيستم هعمل بلوس كين لان واحد تاني ممكن واحد تاني يغلط. تمام؟ طيب ايه قصه اليوزر مود بكل مود؟ على x86 هي البروسيسور ليه رينجز، حاجه اسمها رينجز. الرينجز دي عباره عن بريفليج بتطلع على البروسيسور. البريفليج عندنا من رينج 0 لرينج 3. اليوزر مود هو رينج 3، الكرنل مود هو رينج 0 بمنتهى البساطه، ما فيهاش حاجه قوي. اليوزر مود ابلكيشنز هو اي ابلكيشنز بتصنعها النهارده على الاوبريتنج سيستم، الاوتلوك، النوت باد، بروس اكسبلورر، كل الحاجات ديت يوزر مود ابلكيشنز، مفيش حاجه فيها كل مود ابلكيشنز. مفيش يوزر مود ابلكيشن تقدر تكربت كيرنل ميموري. احنا اتفقنا ان كيرنل ميموري كلها اد سبيس واحد، كيرنل كلها اد سبيس واحد. مفيش يوزر مود ابلكيشن تقدر دايركتلي انها تكربت حاجه في الكيرنل. بعكس الكيرنل مود، انت في الكيرنل مود انت حر، انت بتعمل اللي انت عاوزه. انت في ادرس سبيس واحده الميموري بتاعتك كلها بما فيها اليوزر مود. لو عندي النهارده بروسيس في اليوزر مود، معنى كده انها ما بتاكسسش الكيرنل مود خالص، ما بتدخلش الكيرنل مود خالص، لا بتدخل. بتدخل لاسباب عديده. ابسط مثال منها مثلا ان عندي نوت باد وبسيب فايل. ما السيف فايل دوت ما في الاخر بيسيف فايل فعلا على الهارد ديسك، فلازم يوصل لتحت. معنى كده ان البروسيس بيسويتش من اليوزر مود لكل مود، وفي كل مود بيعمل حاجه. او لو عندي نوت باد و هو لاب لعندي هوت، ان البروسيس بتاعتي بتتحرك، فلو بتتحرك انا لازم هبرنت هشوف على السكرين، ده معناه ان انا بغير في بدخل في كل مود عشان اعرف ابرنت على السكرين. لو عندي هوت مثلا ادي النوت باد بتاعنا، وجبنا بروسيس مونيتور من كمبيوتر، ركب على الكمبيوتر واعمل مانج. شفنا الهوت في المونيتورز برفورمانس مونيتور، وهقول له يشوف باي هيستوجرام. هاد انا عاوز مونيتور ايه؟ انا عاوز مونيتور بروسيس اسمها نوت باد اي اكس اي. البريفليج تايم بتاع البروسيس هو التايم اللي البروسيس ده بتقضيه في كل مود. اليوزر تايم هو التايم اللي بتقضيه في اليوزر مود. اتفقنا البروسيس الواحده تقدر تسويتش من بين يوزر مود وكرنت مود لو عاوز تعمل حاجه تتعامل على طول دايركتلي مع الهارد وير. طبعا هي ما بتتعاملش دايركتلي عشان برضه اصحح المعلومه، هي ما بتتعاملش دايركتلي، هي بس بتنقل حد في الكرنت مود هو اللي بيعمل لها. فلو عندي هنا البريفليج تايم واليوزر تايم بتاع نوت باد في اكسل. حاجة كمان الحقيقة مرة أوريها لكم. فتحنا تاسك مانجر وجبنا الأبلكيشنز بتاع التاب، ولقينا هنلاقي نوت باد رانينج. نوت باد رانينج ازاي إذا هو مينيمايزد؟ نوت باد مش رانينج دلوقتي. التاسك مانجر يمكن خلع شوية
بس هو اكشولي معمول للاند يوزرز. انا عاوز اقول للاند يوزرز ان الابلكيشن ده ريسبونسيف فعشان كده بقول ان هو رننج. لكن هو اكشولي لوكس بالنسبه للاوبريتنج سيستم دلوقتي بالنسبه لينا كديفلوبرز ازاي البروسيس دي رننج؟ البروسيس دي مش رننج، البروسيس دي ما بتعملش حاجه، مفيش اكسكيوشن دلوقتي بيحصل، البروسيس دي ايدل. طب لما بيجي يحصل هتلاقي البروسيس كده هانج وتفتح تاسك مانجر ويقول لك البروسيس ديت ايه نوت ريسبوندنج، هي مش نوت ريسبوندنج، ده معناها فعلا ان ساعتها البروسيس بتعمل حاجه، في ساعتها حاجه بترن. حتى انت جربها، جرب تعمل تبني ابلكيشن واعمل فور لوب فاضي وشوف يعمل ايه، هتلاقيه بيقول لك نوت ريسبوندنج معناه هو فعلا اكسكيوت. ولو قفلت الفور لوب وعملت مينيمايز هيقول لك ان هو رانينج، هو مش رانينج. طيب ادي عندنا اهوت البروسيس مونيتور، تعالوا نفتح كده النوت باد. بص الكيرنل مود عندي بيتحرك، اللقطه ده اليوزر مود، الكيرنل مود هو الاحمر. انا دلوقتي مفيش حاجه بتتحرك، لو حاولت احرك النوت باد هلاقي عندي التايم اللي بسبنده في الكيرنل مود اكتر بكتير من التايم اللي هسبنده في اليوزر مود، لان انا بدرو على السكرين. فالبروسيس بتاعتك لازم تسويتش للكيرنل مود عشان تعمل حاجه. مش فاهم ايه فكرة لما بحرك الدوت باد بيسويتش الكيرنل مود لليوزر مود. بص الابلكيشن بتاعك اي ابلكيشن بيبدا لازم يرن في اليوزر مود، تمام؟ حتى عندك ابلكيشن دلوقتي رن في اليوزر مود. ليت سي الابلكيشن بتاعك دوت عاوز تسيف فايل. بلاش دلوقتي سكرين، عاوز تسيف فايل. جميل؟ هتسيف فايل ازاي؟ مش الفايل دوت تحت الكيرنل مود، تحت الكيرنل مود على الهاردوير؟ يبقى لازم في واي اوف كوميونيكيشن ما بين اليوزر مود والهاردوير بتاعك. البروسيس بتاعتك بتندى الكيرنل مود بس انا لسه في الكونتكست بتاع البروسيس بتاعتي الاصليه. يعني انا دلوقتي مثلا قلت سي قلت سيف فايل، جميل؟ الابلكيشن بتاعك هنا لي فانكشن اسمها رايت فايل اي بي اي، ويندوز اي بي اي عاديه خالص. ويندوز اي بي اي عاديه خالص هتلاقي حاجه اسمها ان جي رايت فايل. ان جي رايت فايل دي في كيرنل مود، جميل؟ اي مانجر هيرن هيبتدي يقول الفايل سيستم اللي تحتيه ويعمل حاجه، بس كل دوت انا انا لازم اعرف مين المداني في الاساس، مين الاوريجينيتنج سيرفر، مين البروسيس اللي نادتني في الاول. اولا عشان اعرف انا هعمل ايه بالظبط، لو اليوزر مود، لو اليوزر مود الابلكيشن اللي نداني، لو الريكوستر بتاعي، لو الريجن سيرفر بتاعي اللي نداني اليوزر مود، هناخد حمايتي. انا ما اضمنش ده بيعاوز يعمل ايه، ده اي يوزر وبينده على رايت فايل، وانا عاوز اضمن على الاقل على البارامترز اللي بيبصها لي. لو كيرنل مود انا مطمن شويه، مش قوي بس شويه، وطبعا مش قوي لان احنا قلنا كله في اد سبيس واحد، فالراجل ده ممكن بيخرف، ممكن يقول لي حاجه اكتب لي على الـ على التاسكن مثلا اد سبيس ويبوظنا. نفس الموضوع بالنسبه للسكرين، انت لما بتتحرك انت بتدخل على الدنيا عشان ترسم، عشان ترسم على السكرين. امال ايه هو الديفايس درايفر؟ لكن في السيمبليفايد نص اركتكشر اللي شفناها الرسمه اللي شفناها في حاجه اسمها ديفايس درايفرز. ايه هي الديفايس درايفرز؟ ليترالي حتى الديفايس درايفر هو السواق اللي بيسوق الهاردوير بتاعك، هو اللي بيسوق الديفايس بتاعك. كل ديفايس النهارده بتعمله انستليشن بينزل معاه درايفر. الدرايفر دوت هو اللي فاهم ازاي يتعامل مع الهاردوير بتاعك. ما ننساش ان حتى الديفايس درايفرز اللي بتنزلوها ادرس سبيس واحد في كيرنل. الديفايس درايفر في كيرنل مود معنى كده ان لو النهارده نزلت سسبيشس ديفايس درايفر ممكن يبوظ حاجه للاوبريتنج سيستم وانت ما تعرفش. هو موضوع ان كل حاجه في كيرنل مود بتشير نفس الادرس سبيس، هو ده الفرق ما بين المونوليثيك والمايكرو كيرنل ولا انا فاهمه غلط؟ لا هو صح، صح بالظبط. بس هو الحقيقه ال ال ال, ال الويندوز اوبريتنج سيستم مش مايكرو كيرنل باي ديفينيشن، وعشان كده هو مش مايكرو كيرنل باي ديفينيشن لان هو في فيتشر تاني في كيرنل مود. بس في اليوزر مود انت مش كده، في اليوزر مود كل بروس ما تقدرش تاكسس الادرس سبيس بتاع البروس الثاني. الديفايس درايفرز كمان فادتها ميزتها يعني ان الاوبريتنج سيستم مش هيضطر يوري على كل الدرايفرز اللي على كل الهاردوير اللي موجوده في العالم. يعني مش كل النهارده مثلا لوجيتك ولا سوني ولا مش عارف ايه تنزل كاميرا الاوبريتنج سيستم هيقول ازاي يتعامل مع الكاميرا ديت. كل واحد بيبيلد الدرايفر بتاعه وبينتجريته مع الويندوز.